شوف يا حسن يا ابني، موضوع سفرك للسعودية من الأمور السهلة والهينة، وإحنا نقدر نسفرك رغم عدم موافقة الحكومة المصرية. لما المسألة كده أنا ما سافرتش ليه؟ عشان وجودك في مصر والعمل الذي تقوم به عظيم النفع للإسلام والمملكة، ترعى الإسلام وتدعم الإسلام. وانت بارك الله فيك صاحب علم وفصاحة ودين لا وقدرة على الإقناع ونجاح ونجاح مذهل. قصدكم على جماعة الإخوان؟ طبعا. شوف يا حسن يا ابني، أنا عايز أكون صريح معاك، جماعة الإخوان ليست بالفكرة الجديدة، سبق ليها مولانا الملك عبد العزيز بن سعود ربنا يطول في عمره. ربنا يطول في عمره. عمل جماعة الإخوان في السعودية من البدو. البدو زي ما انت عارف أدمغة ناشفة وطباع القبائل البدوية المشاكسة لا يمكن تسيبهم، يعني صعب السيطرة عليهم. عشان كده يا حسن احنا أملنا في إخوان مصر، فاهم يا حسن؟ احنا أملنا في إخوان مصر. محتاج مزيد من التوضيح يا مولانا. لا يا حسن يا ابني، انت عارف كل حاجة. مصر لو اتجهت ناحية الغرب كل العرب هيتبعوها، ولو اتجهت ناحية الشرق برضو هيتبعوها. واحنا يا ابني لا عايزين شرق ولا غرب، احنا عايزين الاسلام. وانت اول واحد عارف ان الاسلام مهدد في مصر. مصر تأثرت تأثرا شديدا بحكم اتصالها بالثقافة الغربية داخل الاحتلال الانجليزي، يعني الغرب نفسه موجود في مصر. واعتقد ان مهمة الجماعة تثبيت الدين في قلوب وعقول وضمائر الناس. عشان كده هيكون عندك دعم مالي يمكنك من تعزيز وبناء جماعة الإخوان. دعم مالي ومعنوي وسياسي لو عايز. والثمن؟ ما هي كل حاجة ليها ثمن. لوجه الله، لوجه الله يا حسن. لخدمة الإسلام. أي إسلام؟ مصر وسطية تميل إلى الإسلام المعتدل وغير المتشدد. ده صحيح، لكن المذاهب الصوفية لها مجالات واسعة بين الناس، ده غير البدع. وأظن يا شيخ حسن إن جماعة الإخوان بتاعتك جماعة سلفية. هي كده فعلا. شوف يا حسن، سلامة الإسلام في مصر تعني سلامة الإسلام في كل بلاد العرب. عشان كده يا ابني مش عايزين أي اختلاف مذهبي في الدين بيننا وبين المملكة السعودية. وبما إن الإسلام في مصر يعاني من تأثر المسلمين بالفكر الغربي الملحد والثقافة الغربية المخربة للعقل والدين، فالأقدر أن نصوب الدين في مصر لكي يكون كما هو في السعودية. وإن شاء الله تعود الخلافة الإسلامية ويعود المجد للإسلام. في تركيا برضو يا مولانا؟ لا يا حسن يا ابني، ستعود الخلافة إلى الأرض التي نبت فيها الإسلام، إلى الجزيرة العربية. ومن أصلح للخلافة من الملك عبد العزيز بن سعود أعزه الله.